السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوه مشيوات كوزينتنا. غادي نقترح لكم اليوم ان شاء الله كيكه بالسميده وبالجزر محكوك. بالنسبه للمقادير ديالها كنحتاجوا فيها 280 غرام ديال السميده اللي كتكون رقيقه، درت فيها واحد القبيصه ديال الملحه كنديرها في الاول باش ما ننساهاش ملي كنبغي نضيفوا السميده على المقادير الاخرى. اذا عندنا 280 غرام ديال السميده رقيقه، ثلاثه الجزرات اللي كيكونوا محكوكين رقاق تقريبا فيهم 215 غرام، ياغورت بالنكهه ديال الفاني، جوج حبات ديال البيض بدرجه الحراره ديال المطبخ، ساشي ديال الفاني ديال السكر المسم بالفانيلا، وساشي ديال الخميره عندي هذا اللي من وزن 8 غرام. عندنا كاس ديال السكر وكاس ديال الزيت، العبار ديال السكر والزيت كنديروه بالعلبه ديال الياغورت، وقشور ديال البرتقاله. هادو هما المكونات عندنا ديال هاد الكيكه بالسميده. بالنسبه للعبار كان درتو في الاول بهاد الزلافه اللي معروفه عندنا الزلافه ديال الطوس، وحاولت انني نعبر بالغرام باش الاخوات اللي ما عندهمش بحال هاد الزلافه كيستافدوا حتى هما معنا. اول حاجه غادي نديرو غادي نطحنوا هاد المكونات ديال البيض والقشور ديال الليمون في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. غادي ندير قشور ديال البرتقال، غادي ندير ساشي ديال الفاني، غادي ندير الحبات بجوج ديال البيض. البيض حيت طري هذاك الشيء علاش درتو مباشره، ولكن من الاحسن انكم تقلبوه في شي زلافه بالاخص ملي كيكون الجو سخون. غادي نضيف الجزر المحكوك، قلت عندي هنايا تقريبا 215 غرام، اي ثلاثه ديال الجزرات محكوكين اولا العبار بالزلافه. غادي نطحنوا كلشي هاد المكونات، غادي نضيف حتى الزيت والعلبه ديال الياغورت، بنفس العلبه ديال الياغورت غادي نعبروا الزيت، بهذا الشكل هذا ما كنعمروهاش بزاف، عادي بحال الكيك العادي. وغادي نعبروا السكر حتى هو دائما بالعلبه هذه ديال الياغورت. غادي نضيف السكر، حتى هو ما غاديش نعمرو بزاف، ما كنبغوش كيكه تكون حلوه بزاف، داكشي علاش كيبقى دائما حسب ذوق السكر. وغادي نضيفو على هاد المكونات كامله، غادي نطحن كلشي مزيان قبل ما نضيف عليهم السميده رقيقه. نتاكدوا بان المكونات كامله طحنات، ملاحظين غادي نفرغوا كلشي في واحد الاناء اللي غادي نخلطوا فيه باش نضيفوا السميده. ملاحظين هاد اللون البرتقالي كيجي زوين ديال الجزر، وغادي نبدا نضيف عليه في السميده بشويه بشويه. صافو كنضيفو السميده الرقيقه بعد ما كنخلطها هي والخماره وهاديك القبيصه ديال الملحه، ما تنساوش انكم تغربلوها، وغادي نخلطوا المكونات كامله. بالنسبه للسميده كيف ما ذكرت عندنا 280 غرام اولا زلافه هذه ديال الطوس، غادي نخلطوا كلشي حتى كتندمج المكونات كامله. هذا هو القوام ديالها كيفاش خصو يكون، كتجي شويه خفيفه كيف ما عارفين السميده راها كتشرب. بالنسبه ليا ملي خلطتها جات شويه قاصحه، ضفت واحد تقريبا ما كاملش نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال العنبه، ممكن تعوضوه بعصير الليمون الا بغيتو لان درنا القشور ديال الليمون، ولكن المهم هو انه تجي القوام ديالها شويه كتكون خفيفه كيف ما عارفين السميده كتشرب. وكيبقى دائما حسب النوعيه ديال السميده اللي مستعملين، كاين ربما يجي المقادير راهما هذوك مضبوطين، ممكن انكم تضيفوا شويه ديال السائل، كيبقى كما قلت على حسب السميده واش كتشرب اولا لا. غادي نفرغوا كلشي في واحد الاناء اللي كيكون مدهون من قبل بالزبده ومرشوش بالسميده الرقيقه، من رشوش بالدقيق باش تجينا
فحال الحرشه كتجي مديره من الحرشه الشكل ديالها، ما تجيناش فحال الكيكه عاديه. وغادي نفرغوا هادشي كامل في المول وندخلوها للفران. الفران ما سخنتوش من قبل، غادي نديرو فيه مباشره وغادي نشعلها هو كيسخن، والحلوه ديالنا اولا الكيكه بالسميده كطيب. الكيكه بعد ما طابت كيف ما ملاحظين كتحمر من التحت ومن الفوق عادي بحال الطياب ديال الكيك العادي. غادي نخرجوها ندير لها هكا شويه الجناب، خليتها بردات واحد شويه قبل ما غادي نديمو لها باش ما تلصقش هي مع السخونيه. بالنسبه للفران عندي كيف ما ذاكره من قبل الفران ديال الغاز، شعلت حلاها حتى طابت عاديه من التحت وعاد واحد شويه تحمر من الفوق. خدات معايا تقريبا ما بين 30 حتى ل 35 دقيقه، وكيبقى دائما على حسب كل فران كيفاش داير. غادي نجيب هكا طبسين وغادي نقلبها. هنا كيف ما قلت راها بردات واحد شويه صافي، غادي نقادها في الطبسيل ديالها. غادي نزينوها كيبقى حسب الذوق. لو كيك بعد ما طاب هذا هو الشكل ديالو ملي قلبتو في طبق ديال التقديم، ودهنته بواحد شويه ديال العسل اولا ممكن تدهنوه بمربى ديال المشمش اللي بغيتو، وزينته بشويه ديال الكوك اللي كيكون محكوك. غادي نقطع لكم واحد الموسو وشوفوا كيفاش كيكون من الداخل. كيجي هذاك اللون ديال خيزو طاغي كما ملاحظين، كيجي الشكل ديالها خفيف كتجي رطبه. بالنسبه للمول حاولوا انكم ديروا واحد المول اللي كيكون صغير باش تجي شويه رقيقه ما تجيش غليظه، لان فيها غير جوج حبات ديال البيض وساشي ديال الخميره. هذا هو الشكل اذا ديال الطبق ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال اعجابكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا دائما بالجديد، وبصحه وراحه.